السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما، وعيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو الصحة والسلامة والهنا والغنى وطول العمر. العبدي اليوم راه جاي يبارك لكم العيد والعواشر، والله يجعلها مباركة مسعودة عليكم وعلى جميع الأمة المحمدية وعلى الوليدات على البنيات على الجالية على المغاربة كاملين على العرب كاملين. وكي قلت لكم راح نجي نشارك معكم غير الاجواء ديالنا والفطور ديالنا والعيد ديالنا، ونتمنى هاد الفيديوهات اللي كنقدم لكم لا السابقه ولا اللاحقه يرضوكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. وكنشكركم على التفاعل الدائم ديالكم على القناه وعلى الابونيات وعلى الكلمه الحلوه والطيبه. الله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم. وكي قلت لكم الاجواء في العربيه نتمناها تروق لكم وتنال اعجابكم، وهانتوما معنا كيف ما كتشاهدوا. عزيز راه في الدوار، مرحبا والف مرحبا. دابا ان شاء الله ندخل نشارك معكم فطور. الله الا العبدي مريض وكملوا ليه، ملي سمع القرار ديال العراس ما بقاوش يفوت العيد. انا خاوي البلاد ان شاء الله، ما كاين ما نبقى ندير هنا. الله يصاوب وصافي، مرحبا بكم ومرحبا بكم مع اخوكم عزيز العبدي. نتمنى فطوري وعاداتي وتقاليدي تروق لكم وتنال اعجابكم وتبارطاجيوها مع عيالكم احبابكم وتوقفوا مع اخوكم عزيز العبدي، لانني فتحت هذه القناه باش نعاون بها راسي. كيف ما كتشاهدوا العراس ما جاو فين يطلقوا حتى تسدوا. الله يصوب، حمدنا ربي وشكرناه والله يرفع علينا هذا الوباء ورجعوا لحياتنا الطبيعيه. واخا حنا دقينا جوج الفاكسان كملنا، يعني ما بقيناش غادي نقولوا راه حنا غادي نعاديو الناس ولا الناس غادي نعاديونا، لان هادشي اللي سمعنا حنا الحمد لله انسان اللي تعالج ودق المراه راه ما بقاش غادي تجي كورونا ولا شي وباء اخر. فلهذا العرس راه ما كاينينش والحمد لله. مرحبا بكم معنا، تفضلوا تفطروا معنا وقبلوا على فطورنا وقبلوا على موجود. الفطور العاده كيف قلت لكم ديال مالين عبده هو الشعريه الصباح بالحليب، هي هذه راني فايت مني مشاركه معكم. هنا هاد الكعيكات هما ديال المالين اسي معروفين بهم المنطقه، تحيه لجميع المغاربه من ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شويه الفاكهه البهله النسفيويه الغريبه باش معروفه من طقس اسفي على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا، والفقاص وغريبه عاديه ديال تدواز اتاي، وبالطبيعه الكعك النسفيوي دائما حاضر، المخمار بلدي ديال البلاد، الملوي مسمن بلدي تا هويا، وشويه ديال الصابلي كيف ما كتشاهدوا. صابلي عادي كله، يعني كل واحد وكيفاش كيدير ليه. وتحيه لخوتنا المغاربه من ارض الوطن وخارج ارض الوطن، والله يجعل العيد مبارك مسعود عليكم وعلينا وعلى جميع الامه المحمديه. ودعوا معنا خوتنا المغاربه الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير ويطلق سراحنا، رحنا ملينا والله العظيم لا ملينا من القعده، وملي بغينا نخرجوها ما عاودوا ثاني قعدونا. الخدمات اللي كنا شادين ضربوا لينا، حمدنا الله وشكرناه ما عرفنا فين غنصدوا ولا فين غنعطوا روسنا. اللهم لك الحمد على كل حال. انا كنقول انا الحمد لله، كنشوف ناس اخرين كثر مني واقفين واقف حالهم كثر مني، كنقول المهم انا الحمد لله ان خوتنا المغاربه تضامنوا معايا فتحت هذه القناه باش نوقف على رجليا ونعاون براسي. الله يجازيكم بخير والله يحفظكم والله ينوركم والله ييسر اموركم ومبروك عواشركم. وهنا دابا بسم الله هذه التحضيرات، خرجنا هاد السديدرات الحصيره الميدا كلشي حنا خرجناه على برا كيف ما كتشاهدوا، كندبحوا قدام الباب. ها انتم كاين اتساع تبارك الله، وما شاهدكم في هذه القعده معنا هنايا في العروبيه وتعيدوا معنا في العروبيه. هنا هادو هما التحضيرات، المقاده والجناوي اللي مضيت، يعني راه سبق لي شاركت معكم فيديو مع الاولاد مع الشباب ديال جمعة تحيم، تحيه ليهم وليكم. هنا كيف كنقولوا العطريه اللي غادي نخدموا بها الشواء البلدي
ما كاين لا عطريه مخلطه ديال القتبان ولا والو. عندنا الكمون، الملح، الابزار، القزبر يابس. هذه هي العطريه التقليديه اللي كنا كنخدموا بها الناس الزمان الجميل، يعني الشواء. حنا ما بغيناش ناكل البنه ديال شي عطريه اخرى ولا شي حاجه، الانسان كياكل البنه ديال الشواء، مغربيه، بلديه، تقليديه، تراثيه. هنايا القتبان وسميتو القتبان والشوايه الجداد، راه عندي القدام، راه كاينين باقي عندهم. مي هادو غنشارك معكم غير هاد الجداد اللي شريت. ماما تبقى راه ما كل عام كتغسلو ويتمسحو ورجعوا لبلاصتهم. هنايا هاد ديال الماء كيف ما كتشاهدوا، نبيره ديال الطين، وهذه كذلك ومثال تاهي ثلاجه كي قلت لكم كندير فيها سميتو كندير فيها الماء، قرعه ديال الماء بارد وكتبقى تبرد ليا. هنايا الفرينات او المجامرات يعني ديال الفاخر، كلشي هادو هما التحضيرات ديال نهار العيد. مع الصباح ومرحبا بكم في قناه اخوكم عزيز العبدي. هنا دابا فين غادي نعلق كيف ما كتشاهدوا، هما وجدت القنانب جوج بهايم، واحد ديالي وواحد ديال امي ودرتها. الماء هو موجود، وها الخروف ديالنا هو هذا، الله يجعلو هدية مقبولة عند الله وليكم ولجميع المسلمين. دابا بحال كيف كنقول لكم العادات والتقاليد ديال الناس الزمان، كنشدوا الورد والريحان وكنوكلوا الحولي، كيف ما كتعرفوا بانه هدية عند الله سبحانه وتعالى على الوليدات. ودابا هنا بعد ما كلتوا الريحان والورد غادي نشربوا الماء كيف كنقولوا حنايا، لان صومناهم البارح هانتوما سبحان الله العظيم، كنصوموا الحولي نهار قبل من العيد. تبارك الله على القزار. دابا حنا سالينا الذبيحه، حنا سالين كنخوف في البهيمه كيف ما كتشاهدوا. هنا بولفاف كيف ما كتشاهدوا كنقطعوا، كنديروا لي شويه كامون وسكنجبير عفوا الكامون والبزار والقزبر والملح دائما على حسب الذوق. وهادو هما القصيدات ديالنا دابا ان شاء الله باش غادي نشوهم. ومرحبا بكم معنا. بالنسبه للبولفاف هو كيتشوى كيف ما كتشاهدوا، وراه ما كاينش ما احسن من اللمه ديال العائله. وتحيه لخوتنا المغاربه كاملين، العبدي راه غير في الهواء طلق. بهايم هما هادو كيف ما كتشاهدوا، نتمنوا الفيديو ديال اليوم من اعجابكم يكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا والف مرحبا. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما تغدينا المصارنه هما يا خويتهم قاديتهم. هنا الكرشه كيف ما كتشاهدوا هي مغسوله ديال البهايم جوج بهذه الطريقه نقيه هانتوما. راني وريتكم كيفاش صافي. دابا غتبقى غير باش تسلق ان شاء الله وتخرط، ونمشيو دابا نشوطو الروس. وهنا ابراهيم ولد خويا هو سيشوط في الروس تبارك الله، الله يرضي عليه. الشالي مربوطه ساهله، والله الا الطريقه الساهله ديال الشاليمو، ما قال لا فاخر لا عواد لا والو. بكري كنا نديرو ع العود، راكم عارفين كيفاش الطريقه. ايوا تابعونا ان شاء الله. هنا الراس هو بعد ما شوطناه وغسلناه كيف ما كتشاهدوا، دابا قطعته غنعاود نغسلو نشلو ان شاء الله ونحطو. هذا هو اللي كنديرو حنايا بوهيروس، كنفطرو به النهار الثاني، كنقولو ليه بوهيروس الراس بالكرعين ديالو. وتابعونا ان شاء الله حتى النهايه في الاجواء ديال نهار العيد عندنا. هنا انا قطعت الكتوفه دابا ان شاء الله باش غادي ندوزو نطيبوهم باش نديرو عليهم تما فيديو ان شاء الله، ونوريكم الطريقه كيفاش طيبناهم وكيفاش قدمنا الطبق ديالنا العشاء. ودابا ما بقى لنا غير نقول لكم
وكنتمنى كي قلت لكم الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم والف مرحبا بكم في قناه الطبخ مع عزيز عبدي. قبلوا على عيدنا وعلى عواشرنا والله يدخلوا على جميع الامه المحمديه بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر والهنا. عزيز في الباديه مرحبا بكم والف مرحبا بكم.